ترتعد الجبال بكلها يا وتذرف دمعها عين الخطايا. رجل نادم متحسر كله حسرة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني عالجت امرأة وإني قد أصبت منها من دون أن أمسها، وها أنا بين يديك يا رسول الله، فاقضي ما شئت، أحكم بما أنزل الله في. قال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. ما رد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلت عليه آية. قام الرجل متحسرا نادما وانطلق، نزلت آية فناداها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه رسول وأتى. قدم الرجل متحسرا على ما فعل، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصحابة سمعوا هذه الآية، واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، أله خاصة؟ يعني هذه الآية خاصة له فقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. قصة آية استفيد من قصة آية اليوم يا جماعة: مهما بلغت الذنوب نزاحمهاش بالحسنات، ترى هذه من أسباب المجاهدة، تزاحمها بالحسنات. لا تقول أنا مذنب والله، لا حبيبي، إن الحسنات يذهبن السيئات، بقدر أنت ما تعصي برضه، يعني زاحم، خلي الحسنات أكثر، حاول أنك تجتهد في طاعات خفيفة. أهم شيء في حياتك الصلاة، لا تتركها، وإذا خلطت الذنوب دافعها إيش بالحسنات، حسنة خفية، كفالة يتيم، بينك وبين الله، سوي أي شيء خفي. أكثروا من هذا الدعاء في السجود: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.